السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم غيكون خاص بالمحجبات. لبيت لكم طلب ومشيت المول المحجبات الشهير، مول خاص بكل ما يهم المرأة المحجبة من كل الماركات الرخيصة والمتوسطة والغالية. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الجولة باش نعرفكم شوية على المول ونوريكم حتى كيفية الوصول اليه. وكيف كتعرفوا دائما قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش لايك ديالكم واشتراك لاول مره تشوفوا القناه ديالي، وعلى بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. بالنسبه لكيفيه الوصول دائما كنصحكم بهذا التطبيق اللي هو سميتو موفيت. ها هو انا كتبته لكم دابا. هذا التطبيق غادي تحملوه وغادي تحطوه في التليفون او الهاتف النقال ديالكم. غادي تكتبوا اي بلاصة بغيتو تمشيو ليها، اي بلاصة ماشي بالشرط هاد المول، الاسواق، اي حاجة بغيتو تمشيو ليها كتكتبوها وكتعطيكم من البلاصة اللي نتوما فيها ديك الساعة بالتحديد. كتعطيكم الباصات او المترو او التراموي او اي حاجة، اي مواصلة يمكن لكم تمشيو بها كتعطيكم. كتعطيكم التوقيت ديال الباصات، امتى كيجيو، واش كيتعطل، شحال كيدير ما بين واحد وواحد، المحطة اللي غتنزلو فيها، وتقدر تكمل معاكم حتى بالجي بي اس. دائما كنشرح لكم هاد يعني هاد التطبيق وراه مفيد بزاف، وانا خصيصا انا زعما شخصيا كنستعملوه هو دائما، حيت بزاف الناس كيتواصلوا معايا في اي فيديو قولي لينا منين غندوزو من الفاتح، منين غادي نمشيو من لالي. انا ما حافظاش الباصات ديال اسطنبول كامله، العار نحفظ غير الباصات اللي حدا المنزل ديالي وما حافظهمش، حيت الباصات كثيره بزاف تبارك الله، المواصلات كبيره بزاف حيت اسطنبول كبيره. لذلك ضروري خاصكم هاد التطبيق هذا، كيسهل عليكم العمليه. كتكتبوا البلاصه فين غادي، داكشي اللي كندير انا دائما في اي بلاصه غادي نمشي كنكتب البلاصه وكيعطوني الباصات والاختيارات اللي نقدر نمشي بهم، وكتتبعي التعاليم. وانا غنوريكم دابا واحد يعني واحد المثال بسيط. فمثلا هنا من التقسيم انا درت اسم المول اللي هو زيروج بورت AVM. هنا عطوني رقم الباص اللي هو 93 تي، غتاخذوه من تونيل لتحت، راه كيقولوا لكم حتى فين. وهنا المحطات كاملين اللي غدوزوا ليها حتى المحطه الاخيره اللي هي بوس هاستانيسي، هي هذيك نتمنى نكون بقصة مزيان. هذيك تماك غيحطكم حدا يعني واحد السبيطار تماك معروف، تماك غادي تنزلوا وغادي تكملوا بالمشي. بالنسبه للناس من السلطان احمد، فالسلطان احمد ساهل، عندهم تراموي كما كتشوفوا تي ان، تي هو التراموي، لكتبوا لكم ام هو المترو، والباص راه كيديروا لكم الصوره ديال الباص. هنا غتركبوا من تماك حتى لتحت، راه كتشوف اكشيم 60، وغتنزلوا تماك وغتكملوا مشيا. يعني اسهل من هكا ما كاينش. وهنا انا من بعد ما وصلت المحطه ديال جوس هاستانيسي، كما كتشوفوا هذوك هما الارقام ديال الباصات اللي كيحطوا في المحطه ديال الباص. انا دابا نزلت هنايا، كاينه هاد المحطه اللي انا جيت منها، وكاينه قبالتها منين غترجعوا تعودوا تركبوا. كيف كتنزلوا كتبان لكم هنايا على اليدكم اليمين كاينه هاد الهاستاني. الهاستاني هو المشفى، المستشفى، كاين واحد المستشفى اللي هو كبير بزاف، كتدخلوا معاه كما كتشوفوا هاد البنايات كاملين راه ديال المستشفى. وهنا غادي ندير لكم واحد الدوره شويه، صراحه عجبني الشكل ديال المشفى، دايرين كل بناء خاص بواحد الحاجه، يعني هاد البناء الاحمر وكاين بناء الاخضر وكاين واحد ازرق، يعني دايرين لهم الالوان، الشكل ديالهم زوين صراحه. كاع ما تقولي سبيطار. صافي كدوروا على يديكم اليسر مع ديك الزناقه اللي دخلنا ليها، كدوروا على يديكم اليسر وكتطلعوا، راه كاينه واحد الحديقه اللي هي كبيره كما كتشوفوها. كي غادي تدخلوا في هذيك الحديقه على يديكم اليمين راه غادي يبان لكم المول، شي هو هذاك المول كامل، ما بعيدش بزاف على المحطه ديال الباص. كدوروا على اليمين ومن بعد على اليسار ديالكم وكتلقاو المول ديالكم كبير. بغيتو تتبعوا الجي بي اس تبعوه، ولكن انا وريتكم دابا طريق نيشان تخرجوا ليه. انا هنايا مشيت من الشارع، ما بغيتش ندخل من الجهه اللي وريتكم ديال الحديقه. هنا من الشارع كاين هذوك البيسيكليطه ولا الدراجات الهوائيه اللي كيتكراو، وهنا الدخول. بالنسبه للصباح انا مشيت شويه بكري حيت كي كتعرفوا كنحط الوليدات في المدرسه وكنمشي نستغل الفرصه، فانا وصلت لقيت مازال ما حلوش، تسنيت واحد شويه. بالنسبه للمولات كاملين كيحلوا من 10 ديال الصباح حتى 10 ديال الليل، يعني مع 10. هنايا كندور في الاول غير
باش نشوف يعني اشنو كاين. كان مازال حتى شي حاجه ما زعما محاله. كاين هنايا فيه جوج ديال الطبقات، كاين الفوق وكاين التحت، وكاين واحد الطبقه التحت كنظن فيها غير خاصه ب يعني غير بالباركينغ. هنايا كما كتشوفوا المحلات مازال قافله حتى حتى العشرة نيشان عاد كيبداو يحلوا المحلات كاملين. نصححوا هذه المعلومه حيت كنشوف بزاف ديال اليوتيوبر كيمشيو لهاد البلاصه وكيقول لي ارخص مول. لا ماشي ارخص مول المحجبات، فالاثمنه ماشي رخاص. يعني كاينين ماركات اللي هما قلال ومحسوبين على الاصابع، غادي نوريهم لكم اللي الاثمنه فيهم معقوله يعني متوسطه، وكاينين الاثمنه اللي خيالي بزاف يعني ما هوش رخيص. جيو للشيلان عند فريش اسكارف، عندهم شالات رائعين بزاف بزاف، وغادي تشوفوا الاثمنه على كل حاجه. بحال دابا هادو باموك يعني قطن رقيق ب 55 ليره الواحد، ولا خديتي ثلاثه كيكون عندك تخفيض. بحال دابا هذا اللي كيكونوا مزوقين هكا كما كتشوفوا، وعندهم اشكال زوينين بزاف. كاينين هادو اللي حمقوني تويل شال ب 75 ليره، ولا خديتي ثلاثه ب 200 ليره. عرفتي الكاليتي ديالهم زوينه بزاف، جاوا طايحين والالوان غزالين غزالين كيحمقوا. هنايا كاين غير الشيلان والزيوفه ولي بوني، يعني كل ما كيخص الفوق يعني بالشعر تغطيه الشعر. هنايا كل حاجه وديري ليها يعني بلاصه خاصه بها. هادو احسن وحدين هما الميديني، كاينين هادو ديال 45 ليره، ولا خديتي ثلاثه كيحسبوا لكم ب 120، وكاين وحدين زايدين عليهم الثمن شويه ب 155. كنظن انهم شويه طوالين، وثلاثه كتاخذوا ب 150. احسن زيوفه عندي صراحه راه حتى في الاسواق كيكونوا سولوا عليهم ميديني، وكاين هادو نيت الميديني ولكن كيكونوا شويه غلاض عليهم، وكيكونوا بحال مخطين كما كتشوفوا الشيء، ما كيكونوش طايحين، وكيجيو كلاس 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 بزاف. كاين حتى هادو لي اورغانيك زعما راه بيو بالقطن ب 65 ليره، ولا خديتي ثلاثه ب 180. يعني اثمنه مناسبين وغزالين، عندهم لا كاليتي ضروري تمشيو تشوفوهم. هنا بالنسبه للمجازات راه ما يمكنليش ندور عليهم كاملين نصورهم لكم حيت صعيب شويه، زائد انهم كيمنعوا التصوير، ماشي كلشي كيخليك تصور، فكنت كنتصور شويه بالتخبيه. بالنسبه للمدنسه فالاثمنه مناسبين، وانتم كاملين كتحمقوا على المدنسه. فحال دابا هادو ب 250 كانوا ب 300، دايرين لي سولد يعني ماشي دي سولد بزاف، ولكن كاينين الاثمنه زوينين بحال العبايات حتى هما دايرين فيهم لي سولد. هاد العبايه ب 500 زوينه، هاد الشيميز ب 180 ليره، كانت ب 250 ولات ب 180. بالنسبه للمدنسه ما غاديش نطول لكم بزاف لحقاش صورت لكم فيديو طويل تفصيلي، ان شاء الله غيكون مور هاد الفيديو، غندير لكم فيديو خاص بمدنسه. دابا ندير واحد اللفه باش ما نطولش عليكم في هاد الفيديو، تعرفوا غير اشنو كاين في المول باش تاخذوا فكره. كاينين بزاف ديال الماركات زعما معروفين هنايا في تركيا، تقريبا كاينين شي 126 ماركه منهم اللي معروفه كما كتشوفوا. هاد الفينا غادي ندخلكم ليها كتعجبني، كاين تكبير حتى هي كتعجبني. طوبه اللي ما بانش ليا هنايا اللي كنت وريتكم كاينه في الفاتح. كاينين ماركات ولكن كاينين زعما بعض المحلات اللي اثمنه دايرينها زعما شويه زايدين فيه. غادي نوريكم بعض المحلات ما قدرناش ندخلوا لكل شيء كما كتشوفوا. كاينين محلات اللي ما كيحطوش الاثمنه، بحال دابا هذا المحل ما حطش الاثمنه، خاصك تسول على كل حاجه فاحراج شويه. بحال دابا هذه ب 280 ليره قالت لينا، ولا بغينا ناخذوها زعما بالكاش تخليها لنا ب 250. هذه الفينا اللي قلت لكم كاينه في شارع الفاتح، فيها تقريبا واحد الاربعه ولا خمسه ديال الطبقات، طبقات يعني دي زيتاج واعره، فيها كل شيء زوين غزال. وهنايا الاثمنه ديالهم شويه زايدين الفينا حيت ما بانش هي دايرين سولد. اللي سولتها قالت لي مازال ما بداوش نورمالمون هاد الايام، كاع الماركات المعروفه داروا السولد الا هادو اللي مازال ما دايرينش. بحال دابا هذا ب 256، كنحاول نبين لكم الثمن ديال كل حاجه باش تشوفوا. هذه ب 390 ليره. كاينين شي حاجات اللي دايرين لهم سولد غير هادوك ديال الصيف اللي ماشي شي حاجه، اما هادشي ديال البرد يعني هادشي سخون ما دايرين السولد. شي هادي 985 ليره هاد المونطو. هما لا كاليتي ديالهم زوينه. هاد الفينا صراحه جربت عندهم شحال من حاجه يعني غزاله، يعني كتبقى لك مده طويله. غير هو تسناو احسن التخفيضات من الاحسن، هذا ما دايرش عليه الثمن. هاد هو الجهه ديال التخفيضات كما كتشوفوا، ما دايرين فيهم تخفيضات، ولكن التعزيله اللي دايرين ما زوينه، دايرين 40%، ولكن ما عجبنيش داكشي بزاف. بحال دابا هادي اونصومبل ب 432 ليره.
بحال سيرفيت من تحت والفوق، كاين حتى كسيوات عندهم. بالنسبه للشيلان غتلقاو بزاف ديال المغازات كيبيعوا الشيلان كما كتشوفوا، هذه وحده منهم. فمبغيتش ندخل لكم بزاف ديال المغازات، اكتفيت فقط بهذيك الماركه اللي كنعرفها. وعندهم الاثمنه مناسبه، يعني مناسبه، الا مشيتوا لبلايص اخرى غتلقاو اثمنه غلا من هكا. وهادو كنحاول نركز لكم على الاسماء ديال الماركات باش تعرفوا وتاخذوا فكره على اشنو كاين. مودانيستا كاين جوج ديال المحلات، كاين المحل الاول اللي فيه العبايات وكاين محل ثاني هو هذا في نفس المول، كاين واحد الفوق وكاين واحد لتحت كما كتشوفوا. مودانيستا اللي تصدمت ليها نورمالمون كنعرفها كتكون كبيره، هنا ما كاينش كبيره، هذا المحل شويه كبير، اما الاول كان صغير، لذلك ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نهضر لكم عليهم بجوج. هذه هاشيما عندهم المايوات ديال المحجبات، خديت من عندهم نيت هذا المايو اللي كنقلب فيه، خديته من عندهم ب 440 ليره في الصيف، صراحه زوين بزاف. لاكاليتي عندهم هاد هاشيما هي من احسن الماركات ديال المايوات في تركيا ديال المحجبات، يعني وعارفه اشنو كنقول. الاثمنه عندهم شويه يعني ماشي غاليين، ولكن لاكاليتي عندهم مزيانه، لانه خديت وحدين رخص من هكا وما صدقوش ليا مزيان مع الوقت، يعني يا اما التوب ديالهم كيبدا يبهات او لا، يعني ما زوينينش لاكاليتي. الا بغيتي تاخذي شي حاجه واللي عجبني عندهم، عندهم حتى المايوات هكا ديال البنيوتات الصغار اللي ما كيبغوش يلبسون، يعني مايو اللي يكون معري او اللي كيبغيو يلبسوهم هكا بالكوم ولا بالسريولات، فهما موجودين كما كتشوفوا. بحال دابا هادو 250 ليره كما كتشوفوا، كاينين مايوات هكا بالتيشيرت، كاين اللي فيهم دي باردر، عندهم حتى ديال الرجال، عندهم ديال الوليدات الصغار، عندهم هاد الشورتات ديال الرجال بالبوشيت ديالهم 220 ليره كما كتشوفوا. كاين حتى هادو ديال الخروج، هادو الصيفيين، الثمن ديالهم 320 ليره. ممكن نحاول نوريكم الاثمنه، واخا هاد القضيه صعيبه. وهنا دايرين واحد البلاصه ديال لي سولد، الحاجات اللي هما سولدي. بحال دابا هذا 111 ليره، دايرين حتى مايوات هكا صغارين شي كان ب 300 و 400. مهم بزاف ديال المايوات هنايا، حتى ديال البنات هذه من 390 ولا 199 ليره. هنايا هاد البلاصه دايرين واحد جوج ديال هكا الدوارات ودايرينهم ديال الانديرين، شي الثمن راه ضاربين عليه، هذه من 380 ولا 285، يعني تقريبا 50% ديال التخفيض. وعندهم مايوات يعني زوينين، هي خاصكم تقلبوا على لاطاي ديالكم. عندهم طايات كبار، كنظن انهم عندهم طايات كبار، عندهم 3 اكس ال 4 اكس ال، ولكن على حسب الموديل. كما هذا الموديل زوين ب 260 ليره، كنحاول نوريكم يعني فكره، حيت بزاف كيبغيو يشريو المايوات هنا في تركيا. مع الاسف دابا مع الوقيته ديال البرد ما غاديش تلقاوهم، يعني اغلبيه كيجمعوهم باش ما يبيعوهمش بثمن رخيص، كيخبيوهم حتى كيبدا يقرب الصيف عاد كيجبدوهم. بحال دابا هاد البونيات عندهم حتى هما زوينين ديال العمان، يعني الاثمنه ديالهم ما غالينش، 20 25 30 ليره، هادو الاثمنه اللي دايرين ليهم هنايا. كاينين وحدين هادوك مزوقين، كاينين هادو اللي كيتخشاو كاملين في الراس دايرين 130 ليره. غادي نوريه لكم كيفاش لابسات المانكا شي كيفاش داير. الا بغيتو تاخذوا زعما عندكم باش تعوموا، عندكم خاصكم غير هذاك. عندهم حتى اللوازم ديال البحر، الصنيدلات، لي شابو، حتى لي ماسك. انا نورمالمون ملي كنت شريت من عندهم المايو ديالي كانوا صيفطوا ليا ماسك ديالهم، ماسك ديال الكوفيد، في يعني كهديه كما كتشوفوا. هذا هو الكتالوج ديالهم، هما راه معروفين، اللي كتبتوه في الانترنت راه غادي يعطيكم، يعني عندكم بزاف الموديلات عندهم وداكشي زوين. بحال دابا هادي 140 ليره هكا اللي بغى يلبسها فوق من المايو. كاينين حتى هاد المايوات اللي كيكونوا شويه مستورين بالنسبه للناس اللي ماشي محجبين كيبغيو هكا شويه ستره، دايرين 350 ليره باللوينات. كاينين هادو المايوات اللي كيتلبسوا يعني قطعه واحده من التحت للفوق، بحال هادوك اللي كيديروا السيرف ولا سميتو، اولا كيديروا السباحه، يعني عندهم بزاف ديال الاختيارات. عندهم شابويات، هما كان عندهم واحد شابوني تخديتو من عندهم كيطوى كيتجمع هكا للسفر.
لهاد الماركة الأرمان اللي معروفة بزاف، دايرين سيادي 70%، واجي تشوفوا معايا 70%. بيان سور ما دايرينش على كل شيء، هادو الكوليكسيون جديدة ما علاش تخفيض. وتشوفوا الثمن ديال هاد الشوميز ب 1240 ليرة، ونشوفوا الثمن ديال المونطو ب 2000 ليرة. كي جاكم الاثمنه اللي الناس كيقول لك لا هنا راه ارخص البلايص، لا شي غلط. دابا غنوريكم غير لي زارتيكل دايرين اللي دايرين ب 70%، هما هادو جامعينهم فحال دابا هذه 1190 ولا تمشي 300 وشي حاجه. مي فحال العبايه اللي هي سامبل، ما فيها حتى شي حاجه زعما اللي زوينه. اغلبيه هادشي صيفيين هما اللي دايرين لهم بروموسيون ديال 70%. بحال دابا هذه كانت 1000 وشي حاجه ولا 300، ندور لكم باش تشوفوها. يعني سامبل ما فيهاش شي حاجه بحال الكسيوه وهي هابطه حتى لتحت. اما البقيه اللي غادي ندور نوريكم، كاين حتى ديال الحويجات ديال الولادات الصغار كيحمقوا زوينين، دايرين واحد البلاصه خاصه بالاطفال. هذا ب 300 ليره. كتشوفوا جوج ديال الاثمنه، كاين الثمن كما وريتكم في ال سي واي، كاين الثمن العادي ديال الكاش والثمن ديال التقسيط. كما كتشوفوا هاد المونطويات ب 1800 ليره. هنايا دايرين لك زعما الا خديتي بالتقسيط الا خديتي كاش، يعني خلصتي بيشين 50% غادي ينقصوا لك، ولكن غير بعض يعني منتوجات ماشي كلشي. الاثمنه صراحه غاليين عندهم، غاليين وغاليين بزاف. بحال دابا هاد المونطو كما كتشوفوا هو غزال، لا كاليتي عندهم واعره، يعني ماشي هذوك المنفوخين الغلاظ، ولكن 3000 ليره حتى هي راه يعني قاصحه. 3000 ليره بزاف. هادو يا سيدي 4200 ليره. نخليكم هنايا ونخرجوا في حالاتنا. ما كاين لاش، هادو هما يعني الماركات اللي كاينين. كما قلت لكم مع الاسف ما نقدرش ندخل عند كل شيء، غير كنوريكم. دايرين حتى الالعاب للاطفال، بحال هكا جبتوا معكم شي وليد صغير كاين هنايا فين يلعبوا شويه. ندورو نشوفوا حتى الاحذيه هاد الماركه، صراحه الاثمنه ديالهم مناسبه 320 ليره. كما كتشوفوا هادو اللي ولاو جداد بحال ديال التوب ومن التحت بلاستيك، بالنسبه للسيكان تاهما شي 200. هادو اللي طالعين حتى الفوق ب 350 ليره. كما كتشوفوا اللوينات ديالهم زوينين، دايرين بحال ديال بلاستيك اللي ديال الشتا. هادو ما طالعينش بزاف ب 350 ليره. الاثمنه صراحه ديال هادو الصبابط مناسبين. هذا اللي ضحكني صراحه الشكل ديالو، هنا دايرين البلايص ديال السواغي. شي حاجات قلبتهم ما لقيتش الاثمنه ديالهم، مي زوينين كما كتشوفوا. ما كاينينش الاثمنه ديال هادو. هادو عجبوني بحال شي تكشيطه ولا شي ديال العراس، ديري لهم 620 ليره، ولكن فنين زوينين. هذيك اللعيبه كدور على الرجل. كاينين هادو اللي خارجين دابا في الموضه، تقريبا الثمن ديالهم ما كيتعداش 200 ليره، 190 ليره. وغزالين الصاك كما كتشوفوا الثمن ديالو شي 270 ليره. هذا ما بانش ليا الثمن ديالو تا، تقريبا هكاك 300 400 ليره. هاد السوي كان فنين زوين يعجبوني ب 240 ليره، فيهم اللوينات. صراحه الاثمنه ديالهم مناسبه، يعني صراحه عندهم موديلات لي زوينين وغادين يعني مع الموضه ديال. كاين حتى الاكسسوارات، محلات ديال الاكسسوارات، المحلات ديال البيجامات كاينين زوينين. يعني بزاف ديال البلايص، يعني لا بغيتو تجيو كما قلت لكم مع الصباح يعني العشرة باش يلاه دوروا على راحتكم. هذه خاصه بالملابس الداخليه، لي بيجاما، لي شيميز دو نوي، يعني كاين اختيار كبير كبير وشاسع. هنايا الصباح كانت باقا الدنيا شويه خاويه، داكشي علاش ما قدرتش نصور بزاف، لحقاش ملي كتدخلي يعني ما كاينش المحل، ما فيش الناس بزاف اللي غادي يلفتوا انتباه الناس اللي كيكونوا تماك، لذلك كيبقاو واقفين حداك فما يمكن ليكش تصوري كلشي. هاد اول داي تقريبا وقيله هي الرخيصه، كاينين شي بلايص رخاصين، ولكن هاد اول داي معروفه بزاف، كتبيع اونلاين الحوايج سيرتو سبور بزاف. كما كتشوفوا هاد الصايات اللي ولاو كيديروهم البنات ب 55 ليره. كما كنقول لكم دائما ملي كتشوفوا جوج ديال الاثمنه، يعني الثمن باش كتخلصوا يعني كتخلصوا عادي، والثمن الثاني كيكون هذاك الاتراك اللي كيكونوا ساكنين هنايا كيديروا التقسيط يعني بالكريدي، كياخذوا بالثمن ديال الكريدي. هنايا عندهم داكشي زوين، غير هو حاجه واحده اللي ما عندوش، ما عندهمش لي طاي كبار،
عندهم واحد البلاصه نوريكم صغيره للناس اللي كيلبسوا اكثر من 44. اغلبيه لي طاي كيمحصوره ما بين 38 و 44 فقط، هما واخا شويه واسعين ولكن طاي كبيره 44. هذه ب 150 ليره 145 ليره. صراحه غزاله، حمقاتني، سخونه. عندهم لي سورفيت يعني لي زونسامبل كيما عندهم يعني التريكويات هكاك الفوقانيين بوحديتهم كابيشون، عندهم التحت عندهم حتى السيكان رخاصين. هذا ب 55 ليره للساك. هادو هاد لي بول زوينين 190 ليره كيما كتشوفوا، طوالين هكا ديال يعني كيجيو سبورت، لبسوهم مع جين اولا تلبسوهم مع سروال ديال زعما عادي ديال سورفيت. هادي ب 140 ليره. هادي شيميز اللي ولاو جداد سخيخنين. عندهم لي جين تا هما كتراوح الثمن ديالهم من 180 ليره 220 بحال هكا. كاينين حتى هاد التريكويات اللي كيكونوا سامبل ب 160 كنظن الثمن ديالهم، كيجيو غير هكاك سامبل كيتلبسوا. وكاينين حتى لي سورفيت اللي كيكونوا بحال دابا هادو ديال الصوف اللي ولاو جدادين كما كتشوفوا، راه بزاف ديال الماركات اللي ولاو كيديروهم. عندهم السروال والفوق ديالو والاثمنه ديالو مرخص يعني 230 ليره الفوق والتحت ديالو كما كتشوفوا، غير هو الفوقاني ماشي طويل بزاف. وكاينين هادو اللي شويه هما عندهم هذيك القب اللور الكابيشون لكن شويه طوال من الاولين 190 ليره. عندهم واحد القسم في الطبق الاول فيه خاص غير بلي مونطو، هادو لي جيلي اللي خارجين دابا اللي سخيخنين ب 255 ليره. يعني كما قلت لكم الاثمنه جد مناسبه. عندهم لي سورفيت، عندهم المونطويات الكاشمير العاديين هادو اللي كاينين بحال دابا هادي ب 330 ليره. سورفيت زوينه، شرا السروال ديالي ليهم كري والفوقاني يدير ليهم يعني داك الكاميل وفيه داك الكري جا مواتي معاه وزوين. كاين الكحل، كاين بالازرق، يمكن بزاف ديال الالوان. بالنسبه لهاد المونطويات ديال الكشمير حتى هما رخاصين، عندهم هنايا ب 355 ليره تركيه. ديك الساعه تدخلوا تشوفوا الصرف ديالها، حيت كنقول الصرف اغلبيه الناس بحال دابا هادي ب 200 رخيصه 200 وشي حاجه. اغلب الناس ملي كنقول الصرف ملي كيدوز الفيديو شحال كيبداو يقولوا لي لا الصرف راه كان بحال هكا بحال دابا هادي 200. الصرف راه كيتغير. الليره التركيه راه هي هابطه واحد الهبوط حاد، هابطه في انهيار كما قلت لكم في الفيديو السابق. كل نهار كتنقص، كل نهار كتنقص لدرجه ان دابا ولات هي اقل من الدرهم المغربي. من بعد ما كانت واحد ليره كتساوي 5 ديال الدرهم المغربيه، دابا مابقاتش كتساوي حتى درهم مغربي مع الاسف. يعني الناس اللي عايشين هنايا هما اللي متضرين بزاف من هذا الهبوط اللي هبط، لحقاش المواد الغذائيه وكل شيء تزاد في الثمن ديالو. ولكن بالنسبه للسياح فما يحسوش بالامر، لانه غادي يجيب معاه الدولار والاورو وغادي يصرفهم وغادي ياخذ بزاف ديال الليره. الله يحسن العوان الناس اللي خدامين هنايا بالسميك، يعني صعيب المعيشه ولات صعيبه بزاف. كما كتشوفوا هاد المونطو كحل ب 330 ليره. فالله يصوب والله الله يقاد الامور ويسهل الامور وترجع الامور ولو غير شويه، يعني ماشي كما كانت، صعيب باش ترجع كما كانت. ولكن نتمنوا ان الليره تبدا تهز راسها ويعني ولا غير توقف، حيت هاد الهبوط ديالها لا يبشر بالخير. كما كتشوفوا نكملوا الجوله ديالنا. هنايا هذا انصامبل كما كتشوفوا ب 350 ليره الفوق ديالو، والسروال كما كتشوفوا هادو مونطويات شويه سخيخنين زوينين. هنا المشكله كما قلت لكم اكبر طاي هي 44، هذا ب 240 ليره رخاصين. ولكن المشكل ديال المقاسات، ما كاينش المقاسات الكبيره، ما عرفتش علاش. كاين حتى هذوك اللي باش كيجريو يعني ديك الفوقاني ديالهم كيكون هكا كيمتص العرق ولا كيخليك تعرق اكثر، كيكون رقيق شويه. الثمن ديالهم زوين. كاين واحد لي شوميز عندهم حتى هما فنين كما كتشوفوا الاثمنه هنايا، ما فهمتش الاثمنه كانوا دايرين 00 صراحه ما سولتاش، غير غالطين ماشي بالمجان. هادو سريولات ب 160 ليره، سريولات ديال السورفيت دايرين فيهم الالوان كما كتشوفوا.
وهنا هي الطايات اللي قلت لكم كبيره اللي كاين 46 48 هما هاد شويه اللي دايرين ودايرين غير لي شوميز. ملي قلت لي علاش قلت لي هادشي اللي عطى الله. هنا كاينين لي بوني كما كتشوفوا ب 15 ليره، كاين هادو اللي كيتخشى بحال زيف بوني ب 30 ليره الثمن ديالهم، يعني عندهم حتى الشيلان ب 45 ليره، ولكن ما عندهمش الشيلان كثيره، يعني عندهم بعض الشيلان 50 45 ليره. هادو هما الاثمنه اللي عندهم، كاين عندهم شويه ديال السيكان حتى البزاط نتا هما. وهنا خرجنا من اول داي، اول داي راه زوينه. كاينه ارميني المعروفه دايرين هنا 20%، ولكن ارميني كيبقى الثمن ديالها حتى هو غالي. انا كيجيني انا الثمن ديالهم زيد اكثر من القياس، على هما عندهم الجوده ولكن الثمن اكثر من القياس. بحال دابا هذه ب 360 دايرين ليها يعني تخفيض. كاينين شي حوايج اللي صراحه الاثمنه يعني اكثر من يعني واحد الحاجه تقولي ما نعطيش فيها هذا الثمن، فهمتوني شنو بغيت نقول. هنا المونطو كان ب 1600 ولا ب 1000 ليره، وتقدروا تلقاوه في بلاصه اخرى رخص. انا بالنسبه لي ارميني الاثمنه يعني غالي فيها، هنا 450 ليره من بعد التخفيض هذا الجيلي. ما كنقولش لكم ان يعني الكاليتي ديالهم خايبه، بالعكس زوينه، غير هو الثمن شويه زايد، يعني عندهم زايد واخا في التخفيض، يعني في التخفيض اللي تقدروا تشريو شي حاجه، اما في الايام العاديه بلا تخفيض فهم الاثمنه ديالهم خياليه صراحه. هاد التريكويات العاديين دايرين ليهم 140، دايرين وحدين اخرين اقل، يعني هذه هي ارميني. ونشوفوا ماركات اخرى كما كتشوفوا. دابا كندوزو غير الاسماء، يعني كاين عندهم حتى البلايص ديال الاكل هنايا، كاينين مطاعم اللي هما زوينين ديال الاكل، كاين مقاهي هنايا، يعني فحال كاع المولات ما دايرينش، ما شفتش الفاست فود او الاكل السريع هنايا، ما بانش ليا لا ماكدونالد حتى شي حاجه، ولكن كاين بحال دابا كاين حتى محلات خاصه بالحقائب. يعني كاين واحد اختيارات كبيره، يعني ما تحيروش في الاختيار هنايا الا بغيتو تجيو، يعني عندكم بزاف ديال الاختيار. ورجع هنايا لهاد المحل ديال العبايات، صراحه في الاول حقرتو، ماشي حقرتو ولكن قلت غيكون غالي بزاف، حتى دخلت وتفاجات بالاسعار ديال العبايات اولا ديال هذوك السيوات، دايرين ليهم 250 ليره كاملين. عطيت التوب ديالهم رائع، عطيت التوب ديالهم رطب 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 خطير، غير هو المشكله اللي فيهم انهم دايرين ستاندارد، يعني دايرين ليهم مقاس واحد بالنسبه للناس اللي كيلبسوا اكثر من 44، فما غايجيش قدكم هذا الشيء، ما غيدخلش لكم. كلهم هادو ستاندارد 250 ليره، صراحة صدموني، عجبوني، ولكن لاطاي صغيرة. وكاينين هنايا عبايات كما كتشوفوا اللي هكا مفتوحين من الوسط، هادو فيهم لاطاي يعني فيهم المقاسات، والثمن ديالهم كما كتشوفوا 270 ليرة. كاين 270، كاين 280، دايرين ليهم حتى الأحزمة ديالهم راه كتشوفوا معلقينهم الفوق، اللوينات ديالهم زوينين. وكاينين العبايات اللي هما كحلين كما كتشوفوا ومنبتين بهذوك الحجيرات. الاثمنه صراحه ارخص، انا ملي دخلت وشفت لاكاليتي ديالهم يعني كان كيسحبني واش غيكون الاثمنه غاليين. فهاد الكحلين تقريبا كاملين ب 480 ليره تركيه، الاثمنه ديالهم رخاص وعندهم مشكلات زوينين. واهم حاجه اللي عجبتني ولفتت الانتباه ديالي هو التوب، التوب ديالهم الخامة ديالو زوينة بزاف. عندهم حتى هاد المونطويات، هادو كنظن دايرين شي 300 ليرة ولا 280 ليرة هكاك، يعني الثمن ديالهم زوينين حتى هما، يعني باللوينات صراحة عندهم داكشي زوين يستحق انكم تدخلوا تشوفوه. هنايا هادو العبايات وداكشي اللي وريتكم لداخل ملبوسين على برا، صراحة عندهم جودة زوينة والاسعار مناسبة، يعني ما نكذبوش بالنسبة للناس اللي كيلبسوا زعما طاي ستاندار فغادي يتبرعوا هنايا. الفيديو ديال اليوم بغيت غنوريكم نعطيكم فكره على اشنو متواجد في هذا المول، شنو يعني الاثمنه. كاين بعض المحلات ما كيكتبوش لك الاثمنه ديال كل حاجه، خاصك تسول على كل حاجه وكيصدموك، كتكون صدمه كبيره. كاين حتى هذا معروف
بالسيكان مع الأسف. أنا كانت طفالي الكاميرا ديالي وكملت بالهاتف ديال الصديقة ديالي اللي مشات معايا، كنشكرها من هنايا. وهنايا صورنا غير بعض البوشيطات في هاد المحل، هادي ب 300 ليرة بوشيط، معروف هاد يونايتد كولر، الناس كيعرفوا هاد الماركة يعني معروفة، وعندهم بزاف ديال ماركات اللي معروفة، الأثمنة ديالهم شوية زايدين يعني ماشي بزاف ولكن عاديين كما كتشوفوا. بغيت غير نعطيكم فكرة على اشنو كاين، حيت بزاف الناس كيسولوا على الحقائب. ان شاء الله قريبا غندير لكم فيديو على الحقائب المقلدة بنوعية ممتازة، ولكن كيكونوا غالين، حيت بزاف الناس كنشوفهم كيكتبوا لي ديري لنا على الحقائب يعني بجودة تكون ممتازة والأثمنة مناسبة، فهاد الجوج ما كيتلاقاوش، يعني جودة ممتازة أتمنى كيكونوا طالعين. ولكن إن شاء الله غادي نوريكم نعطيكم فكرة، كما الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نهضر لكم على مودانيسة أكثر، غادي ندير واحد الجولة مفصلة على مودانيسة، داكشي فيها غزال ورائع. وهنا غادي نخرج من المول ديالنا، هنايا كي كتخرجوا كتلقاو هذيك المشفى اللي قلت لكم. ونتمنى يكون هذا الفيديو فادكم وعرفتوا كيفاش تمشيو إن شاء الله للمول. كنشكركم بزاف على المشاهدة، على لي كومونتير ديالكم زوين، على التواصل، على الدعوات ديالكم، وإلى فيديو جاي إن شاء الله. السلام عليكم.